اهلا بكم يا جماعة. والله يعني النهاردة آخر يوم في شهر 4. المفروض الشهر ده اتكلمنا فيه كله عن جوجل ايد. كنا ماسكين الشق ده في جوجل ايد طول الشهر، وقلنا هنختم الشهر بجزء في اليوتيوب او البيزكس بتاعة اليوتيوب من ناحية التولز والشانل نفسها، ومن ناحية تانية هناخد حاجات كده. لو انت المفروض هترفع فيديو على اليوتيوب، الجزء بتاع الاوبتمايزيشن وتظبيط ظهورك في السيرش بتاع اليوتيوب بيجي ازاي والتفاصيل دي كلها. ده كان هيبقى ان شاء الله النهاردة، هيبقى اخر حاجة في شهر 4. بعد كده المفروض نخش في شهر 5، بقى هيكون في حاجات ان شاء الله مختلفة. هناخد حوالي شهرين ثلاثة كده نتكلم في الماركتنج مانجمنت من البيزك لحد ان شاء الله ما اللي متابع يوصل لحاجة كويسة بإذن الله. فيا رب خير ان شاء الله. تعالوا بقى هنتكلم كده شوية في الاول عن حاجات مهمة في اليوتيوب نفسه. يعني المفروض لو انت شغال على يوتيوب بتكون عارف الجزء بتاع الالجوريزم. الالجوريزم دي ايه، او ايه الالجوريزم دي معناها ايه؟ اي بلاتفورم على السوشيال ميديا او على النت او اي شانل بتكون مفتوحه بيكون ليها الالجوريزم. اللي هي ايه الالجوريزم دي؟ القوانين اللي المفروض حاططها الشانل دي، او اللي المفروض الشانل دي حطاها علشان تعمل عليها مقاييس ظهور المحتوى. يعني لو انت مثلا اشتغلت مثلا على فيسبوك هتلاقي ليه الالجوريزم. الالجوريزم دي بتبقى عباره عن قوانين امتى يظهر البوست بتاعك والمين ويظهر ازاي والتفاصيل دي كلها. وكذلك يوتيوب عشان الفيديوز بتاعتك تظهر ليها الالجوريزم. علشان تفتح الشانل كيوزر وتلاقي فيديوز معينه بيكون ليها الالجوريزم، ليها قواعد معينه وليها تفاصيل محدده. طيب الالجوريزم او الاقسام اصلا بتاعت اليوتيوب نفسه، يعني اليوتيوب نفسه ليه اقسام. اليوتيوب نفسه ليه اقسام. طيب تعالوا كده مثلا لو احنا هنشتغل على يوتيوب المفروض بيكون عندي ايه اصلا في اليوتيوب نفسه. يعني اليوتيوب ده المفروض لو انا شغال عليه ايه الداشبورد بتاعته او الاقسام بتاعته او التفاصيل بتاعت اليوتيوب نفسه تكون عاملة ازاي. طيب انا هشير معاكم السكرين بحيث ان احنا نكون متابعين، او الدنيا بالنسبة لكم تكون مظبوطة وشايفين عشان يبقى البورد مبينة نشرح عليها. تمام، أكد معايا كده يا محمود أو أي حد السكرين باينة بالنسبة لكم. تمام واضح يا أستاذ محمود، بس مو كامل. أوكي تمام. طيب طيب خلينا نقول كده نروح على اليوتيوب نفسه ونشوف. المفروض لما أنت تفتح الداشبورد بتاعت اليوتيوب نفسه بيظهر لك الواجهة دي أو بيظهر لك التفاصيل دي. طب الواجهة دي أصلا بيكون تفاصيلها كلها عبارة عن إيه؟ باختصار كده فيها أربع محاور مهمين جدا أو أربع أقسام هما مهمين جدا. أول حاجة فيهم الجزء بتاع السيرش، السيكشن بتاع السيرش. السيكشن بتاع السيرش ده، السيرش هو معيار مهم جدا جدا بتشتغل عليه جوجل لما أنت تعمل سيرش على حاجة أو عن فيديو معين إيه اللي هيظهر لك. دي اول جزء او اول قسم معيار او القسم بتاع السيرش نفسه. السيرش ده ليه قسم لوحده او ده ليه الالجوريزم لوحده وتفاصيل خاصه بظهور الفيديوز اصلا على يوتيوب. طيب لما انت تيجي تشتغل على الجزء ده اهم حاجه جوجل بتشتغل عليها عشان مثلا لما تيجي تكتب مثلا كلمة مثلا ماركتينج او لما تيجي تكتب اي كيوردز ويظهر لك محتوى معين، ايه الاهم حاجة اللي المفروض بتخلي المعايير دي تظهر او الفيديوز دي تظهر في الاول. اول حاجة المفروض بتخلي الفيديوز دي تظهر بالنسبة لك هي الكيوردز اللي انت حاططها والتفاصيل بتاعت
الكيوردز اللي انت حاططها. يعني انا لو الفيديو بتاعي حاطط فيه كيوردز معينه او كلمات معينه، المفروض الكلمات اللي بتكون محطوطه دي ككيوردز وانا برفع الفيديو، تمام، لما تيجي ساعتها او لما يجي واحنا بنرفع فيديو هقول لكم الكيوردز دي بتتحط فين علشان تكونوا متابعين معايا. اهم حاجه عموما القسم الاولاني او الالجوريزم الاولانيه اللي بنشتغل عليها هي بتاعه الالجوريزم بتاعه السيرش. طيب اهم حاجه ايه بالظبط او اول حاجه هي السيرش. طب بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الكيوردز، على حسب ما تدخل كيوردز على حسب ما انت الفيديوز بتاعك هيطلع في السيرش. طيب تاني حاجه بتظهر ايه بالظبط؟ تاني حاجه بتظهر بالنسبه لك هي الترندز، الترندات اللي طالعه او الترندات اللي محطوطه على حسب الانترست بتاعتك هي اللي بتظهر. يعني مثلا الجزء بتاع مثلا فيروس كورونا مثلا زي ما هنا موجود او زي ما هو مكتوب في الشانل دي، ده ترند. طيب الجزء مثلا بتاع لقطات مميزه او الجزء بتاع البرنامج ده على مميز. طب الجزء بتاع ليفربول ومانشستر ده مميز. الفيديوز دي كلها واخده ترند، الفيديوز دي كلها بتكون واخده ترند. طيب الفيديوز بيكون واخد ترند ازاي او ايه فيسبوك بيميز ازاي او انت تعرف ان انت الفيديو بتاعك واخد ترند ولا لا؟ الصوت بيقطع ولا عند حسام ولا في حد تاني عنده الصوت بيقطع؟ لا استاذ محمود الصوت تمام ما في اي مشاكل. تمام اوكي، هو تقريبا كده حسام عندك مشكله، كله بيقول تمام، فحاول تراجع الكونكشن بتاعك. طيب طيب خلينا نرجع تاني ونقول الجزء بتاع اللي بيظهر لك هنا في الفيديوز الترندز. طب الترند هنا بيحكم عليه جوجل يوتيوب ازاي؟ بيحكم عليه من حاجتين مهمين جدا. اولا سرعه الانتراكشن اللي بتحصل على اليوتيوب نفسه، يعني انت لما تنزل فيديو ويجيب انتراكشن عالي جدا، الناس تبتدي تشوف مشاهدات عاليه جدا وتاخد معاه رياكشن بشكل سريع، تمام، ده كده بيبقى بيدخل في حيز الترند، بيدخل في حيز الترند. طيب دي اول نقطه. بعد العدد بتاع اللايكس والسبسكرايب اللي بتحصل من خلال الفيديو بيكون في جزء تاني اللي هو ايه؟ التايم. التايم نفسه، الوقت نفسه، الوقت اللي بيطلع فيه الفيديو بتاعك او بياخد فترة عبال ما بيظهر لناس كتير. يعني انا دلوقتي نزلت الفيديو بتاعي والفيديو شغال اوكي تمام وناس بتعمل جوين على الفيديو بتاعي وبتعمل مشاهدات على الفيديو وبتاخد انتراكشن، طب ده حصل في وقت قد ايه؟ يعني مثلا لو فيديو خد مثلا 1000 مشاهدة في حوالي مثلا سنة، غير لما فيديو ياخد 1000 مشاهدة في حوالي مثلا 3 ايام. طيب المعيار هنا في الوقت مهم جدا. انت خدت 1000 مشاهدة وغيرك خد 1000 مشاهدة او خد 100000 مشاهدة والفيديو التاني خد 100000 مشاهدة، بس هنا في معيار للوقت. الوقت انت خدت وقت قد ايه عبال ما توصل لل 100000 وغيرك خد وقت قد ايه عبال ما يوصل لل 100000، تمام، فدي بتفرق بشكل كويس جدا. يبقى انت علشان تحكم على الجزء بتاع الترند لازم تخلي بالك كويس جدا من الجزء بتاع ال خدت قد ايه انتراكشن من الفيديو وعلى مدار وقت قد ايه. بعد ما تعدي في وقت قصير جدا تاخد انتراكشن عالي جدا بتبتدي تخش في حيز الترند. طيب الجزء اللي بعد كده او القسم اللي بعد كده في جزء ال او في الجزء بتاع ال الاقسام بتاعه يوتيوب نفسها، الجزء بتاع السبسكرايب. انت دلوقتي اخدت كام سبسكرايب، تمام، على الفيديو بتاعك علشان تاخد ان انت تظهر بشكل سريع او تكون واضح بشكل كبير في الشانل على اليوتيوب. يعني انت بالنسبه لك خدت كام سبسكرايب، الفيديو ده جاب لك كام سبسكرايب، وبيزد على ده الفيديو بتاعك بيدخل في معيار افضل او بيدخل في عدد مشاهدات اكتر او بيدخل في ظهور اكتر لكل الناس اللي بتظهر على
يوتيوب. يعني انت اول ما تفتح يوتيوب بتلاقي مجموعة فيديوهات، طيب بناء على ايه ظهر لك ده؟ بناء على السيرش بتاعك والكيوردز اللي انت حاططها كواحد بيأبلود فيديو للناس، والترند بناء على عدد الارقام اللي بتحصل عليها، تمام، مقارنة او مواصفة، لا مش مقارنة، مع الوقت اللي انت اخدت عليه. الجزء اللي بعد كده اخدت كام سبسكرايب، اخدت كام سبسكرايب الفيديو بتاعك ده، كام جاب كام سبسكرايب. طيب الجزء اللي بعد كده، الجزء بتاع كده الهوم نفسه، الجزء بتاع الهوم اللي احنا شغالين عليه ده، ده بيكون كوليكشن ما بين الحاجات اللي انت انترستد بيها، يعني الحاجات اللي انت انترستد بيها وفي منها ترند او في منها بيحصل عليها سيرش او هي بتجيب عدد سبسكرايب كتير، فانت بيظهر لك الفيديو على هذا الاساس. لازم الهوم بتاعك بيكون كوليكشن مختلف ما بين الحاجه اللي انت انترستد بيها وما بين الحاجه اللي انت او المحتوى نفسه اللي انت انترستد بيه وما بين المعايير الثانيه بتاعه اليوتيوب نفسه. طيب الجزء اللي بعد كده بيكون ايه؟ جزء الريكومنديشن. جزء الريكومنديشن هو بيرشح لك عدد معين من الفيديوز، تمام، بيزد برضو على الاجزاء اللي انت شفتها قبل كده. لو انت مشغل عندك او عندك الجزء بتاع الهيستوري، الجزء بتاع الريكومنديشن بيحصل لك بيزد على السيرش بتاعك، انت عملت سيرش على ايه، وفي نفس الوقت بيجي لك عليه عدد الفيديوز او الفيديوز بتطلع على هذا الاساس. يبقى انت كالجوريزم بتاع اليوتيوب، نرجعهم كده سريعا بسرعة، الجزء بتاع المهم بتاع السيرش، تمام، لازم تكون محاصل. لو انت بقى كيوزر كمستخدم او كانت حد يوتيوبر بترفع فيديوز والكلام ده كله، الجزء بتاع السيكشن بتاع السيكشن بتاع السيرش، وبعد كده السيكشن بتاع الترندز او الترندنج، الجزء بتاع السبسكرايبز، والجزء بتاع صفحة الهوم، تمام، والريكومنديشن اللي بيحصل لك علشان خاطر انت انترستد بالحاجات دي او الحاجات دي ترند. يعني مثلا لو جبنا مثلا قلنا هنا على الـ 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 الجزء مثلا ده بتاع مثلا بتاع الهوم ده هنا، انا حد اوريدي انترستد بالماركتنج وبعمل سيرش في حاجات في الماركتنج، فلازم يظهر لي حد انا بتابعه مثلا وعامل شغل في البراندنج، لازم يظهر لي حاجات مثلا انا بشغلها او بسمعها او بسيرش عنها، لازم يظهر لي حاجات بتبقى مثلا واخده ترند، تمام، زي كده، او حاجه انا انترستد بالعربيات، لازم يظهر لي حاجات واخده ريت عالي وبتعلى بشكل كبير، لازم يظهر لي كل الحاجات دي، لازم يظهر لي ناس اوريدي انا انترستد بيهم ومتابعهم، الكلام ده كله، تمام. فانت لو انت مستخدم او لو انت يعني يوتيوبر او بتشتغل على اليوتيوب، لازم تخلي بالك من الاجزاء دي كلها. طيب بعد كده المفروض تعالوا كده نشوف الاجزاء دي ماشية ازاي او التفاصيل دي ماشية ازاي. الاول حد عنده سؤال في الجزء اللي فات ده؟ اوكي تمام. طيب خلينا بقى نقول الاجزاء المهمة او نشتغل كده، تعالوا نشتغل شوية كده نشوف حاجة كده مهمة، ندخل في الجزء بتاع التولز. تعالى كده مثلا ناخد التول دي، تعالوا مثلا نفتح الجزء بتاع الفيديو ده. طيب شايفين الـ عندكم تلات 3 تولز مهمين جدا جدا وانتوا شغالين على الجزء بتاع اليوتيوب. تلات ادوات مهمين جدا وانت شغال في الجزء بتاع اليوتيوب. وانت شغال لازم تخلي بالك كويس جدا جدا من الكيوردز اللي انت شغال عليها، لازم تخلي بالك كويس جدا من الكيوردز اللي انت شغال عليها. يعني الكيوردز اللي انت شغال عليها هل هي ريليتد بالسيرش ولا لا، هل هي اوريدي
مهمة بالنسبة للناس ولا مش مهمة بالنسبة ليهم، هل هما بيعملوا بيها سيرش أصلا ولا ما مش بيعملوا بيها سيرش. طيب تعالى كده نشوف الأدوات دي. بص عندك هنا أول حاجة الإكستنشن دي، الإكستنشن دي اللي هي بتاعت keyword everywhere. بالنسبة لكم الصورة واضحة وشايفينها؟ تمام واضح الصورة. تمام. الجزء بتاع keyword everywhere، الجزء بتاع keyword everywhere هو بيجيب لك، او الاكستنشن بتاعت keyword everywhere بتجيب لك كل الكيوردز على حسب السيرش. عندك keywords هنا مثلا، هنا اول حاجه بتطلعها لك بتديك الفيديو انسايتس، هل السكور بتاع الفيديو ده قد ايه. تمام. بتجيب لك الانجيجمنت سكور، بتجيب لك لو انت عندك مثلا شغال في اندستري معينه وعايز تفهم الشانلز بتاعه المنافسين علشان تبتدي تشتغل عليها، او انت عندك فيديو وعملت له ابلود وعايز تعرف السكور بتاعه وبتفولو اب مع الشانل بتاعتك، لازم بتستخدم التول دي. بتعرف الاوبتمايزيشن سكور، يعني السكور بتاعك كاس اي او كيوتيوب ماشي ازاي. بيبتدي هنا يقسمها لك، يقول لك الفيديو الكواليتي بتاعته اوكي تمام 10 من 10، الفيديو هنا كويس كلايت اضاءه مظبوط، البورد مظبوطه، التايتل عندك فيها او مشكله، البورد ماتش بيبتدي، والديسكريبشن مش مكتوب مثلا. هنا بيقول لك التاجز اللي انت حاططها، طبعا الاكسبريشنز اللي انا بقولها دي لو فيها اي مشكله انا كده كده واحنا هنخش هنشتغل هقول لكم الاكسبريشنز دي وهوريها لكم واحنا شغالين، بس انا بحاول اديكم التولز علشان لو حد هيخش اكستنشن معايا وينفذ مثلا على حاجه وانا معايا اتس اوكي. الجزء بتاع بيديك الانسايت بتاع بيديك الانسايت بتاع الفيديو نفسه. تمام. الفيديو نفسه والتفاصيل بتاعته. طيب عندك بعد كده الجزء بتاع التاجز، وهما بيرفعوا الفيديو ده. تمام. وهما بيرفعوا الفيديو ده اشتغلوا على كيوردز حطوها وكلمات حطوها كتاجز علشان الفيديو ده يظهر. الكيوردز دي عبارة عن الكلام ده، يعني لو عندي مثلا حد هو منافس ليا وشغال على يوتيوب ومنزل فيديوز، فانا ممكن اشوف هو حاطط كيوردز ايه، التاجز اللي حاططها ايه بالظبط، وممكن كمان اعمل منها اكسبورت، اخد منها كوبي في شيت، او ان انا اخدها كوبي دايركت واعمل لها كوبي بيست في اي حتة تانية لو انا فاتح الفيديو بتاعي وبشتغل عليه. طيب هما هنا حاطين لقطات مميزة، خواطر 9، احمد الشقيري، مصر، الامانة، القاهرة، مصريين، رمضان، الكلام ده كله، كل الكلمات دي هم حاطينها علشان يظهروا للناس اللي بتعمل سيرش. طيب دي تول مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها. طيب التول اللي بعد كده ايه؟ التول اللي بعد كده بتاعت التي بي اللي هي فيديو، هنا كده هتلاقي برضو الاكستنشنز بتاعتها مهمة جدا جدا، بتخش وتضيف الاكستنشن عادي وهي هتشتغل معاك، مش مفيهاش اي تفاصيل او اي حاجات صعبة وانتوا شغالين عليها، هتلاقوها عادي جدا، بتدوس على الجزء بتاع الاد وبتضاف. انت ممكن علشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لكم ممكن ايه اوريكم، طبعا بنخش على الاكستنشن من نفس الطريقة اللي انا شغال بيها دي كده، من هنا كده more tools extensions. تمام. هتلاقوا طبعا مش كل الناس هتلاقي عندها الاجزاء دي كلها. تمام. هتلاقوا هتيجي هنا بعد كده تدوس على اكستنشن وبعد كده اوبن، هيفتح لك الجزء بتاع الاكستنشن ده، هيفتح لك الجزء بتاع الاكستنشن، هتقول له والله انا محتاج الاكستنشن دي، هتقول له محتاج الاكستنشن دي على حسب اسم الاكستنشن، وهتدوس عليها هيظهر لك الاكستنشن دي. تمام. وبعد ما تظهر لك هتخش عليها عادي جدا. تمام. طبعا انا ضايفها فايه جايب لي ريموف، فانت هتدوس اد اكستنشن، خلاص الاد بالنسبه لك بقت مرفوعه، وفي هنا هتلاقي فيديو بيقول لك بالتفصيل هتشتغل على ايه وكل اللي انت ممكن عايزه او مش عايزه عن التول دي. تمام. وبعد كده بعد ما هتشتغل عليها هتظهر لك بنفس الايه الطريقه دي كده بالظبط. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك السمري اناليسيز، وجزء السوشيال وجزء الاي سي او وجزء التشانل نفسه. هنا مقسم الاناليسيز بتاعه الفيديو نفسه على اربع حاجات مهمين جدا، السمري
وجزء الـ SEO وجزء الـ Social وجزء الـ Channel نفسها. طيب خلينا اقول لك ان هنا السامري جايب لك في التوتال فيو، هل الفيديو ده خد كام فيو وكام كومنت وكام لايك وكام ان لايك بكل التفاصيل بتاعته. هنا كـ SEO هو واخد ككرييتور 0 من 20، واخد السكور بتاع الـ SEO 35%. طيب هو بيأناليسز الكلام ده كله بناء عليه على التفاصيل بتاعة رفع الفيديو نفسه، التفاصيل بتاعة رفع الفيديو نفسه، هو شغال على الفيديو اشتغل عليه SEO قد ايه. طيب واحنا شغالين هنشوف ايه التفاصيل بتاعة الفيديو. طيب بعد كده بيجيب لك السوشيال، هو جاي هو رابط السوشيال ميديا بالشانل، هو عنده 4K.50 على على فيسبوك، وعنده هنا الشانل بتاعته واخده 465 مليون فيوز، واخده 2 مليون سبسكرايب وعدد المشاهدات. هنا بقى في حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، هنا بيقول لك التفاصيل اللي هو اشتغل عليها والتفاصيل اللي ما اشتغلش عليها علشان ياخد السكور ده. يعني من معايير بتاعة الـ SEO ان انت لازم تكون بتحط كومنت بيند على الفيديو. يعني ايه؟ يعني تيجي هنا وتكتب كومنت، انا كواحد صح القناة تمام، وبعمل بيند للكومنت نفسه، بخليه ظاهر اول كومنت تمام. الكومنت ده بقى بيكون فيه لينك، يكون فيه تفاصيل تانية، ان هو يعمل كونفرجن على الويب سايت، اي حاجة تانية بيدخل فيه. عشان كده زي ما بنلاقي ايه حد بينزل فيديو يقول لك ايه حاطط لك التفاصيل في اول كومنت، او حاطط لك الرابط في اول كومنت تمام. طيب هو مش منفذ ده. طيب هنا مثلا مش حاطط كابشن، مش حاطط تفاصيل كابشن او تفاصيل مكتوبه للفيديو نفسه من جوه الفيديو، مش حاطط كابشن. طب بس هنا في حاطط حاجات كويس، حاطط الاند سكرين والانفو كارد والهاي. تعالى كده بص هقول لك ايه هما. بص شايفين الحته دي كده، العلامه بتاعت الانفو دي، العلامه دي كده بتاعت الانفو اللي احنا شايفينها علامه التعجب المقلوبه دي. لما انت هتطلع فيها هتلاقي فيها تفاصيل، فانت هنا بتضيفها، اسمها كارت انفو، اسمها انفو كارد تمام، اسمها انفو كارد تمام. هتلاقي الانفو كارد دي وانت بتابلود الفيديو ان انت تحطها. طب الاند سكرين هنا ايه؟ لما انت بتروح على اي فيديو وبتلاقي ليه صوره زي الصوره دي كده، زي الصوره دي كده، هو حاطط الصوره دي كصوره تبان تمام، لكن هي دي مش جوه الفيديو اصلا كصوره، هي متحركه جدا لكنها هو صوره حاططها. طيب التاجز اللي حاططها برضو ايه؟ خواطر زي ما احنا شفناها في التولز بتاعت فوق، خواطر 9 والامانه والقاهره واحمد الشقيري ومصر والكلام ده كله تمام. دي كده التول الثانيه او الـ 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 الاداه الثانيه اللي انت ممكن تستخدمها او تشتغل عليها في الجزء بتاع اليوتيوب. التولز دول هم فري على فكره، وهتلاقوا فيها اجزاء بيد، حابين تشتغلوها اوكي وتدفعوا عليه فلوس اوكي، مش حابين خلاص الفري بتاعها حاجه يعني كتير جدا، حاجه مميزه جدا. طيب تعالوا كده مثلا نشوف حاجه تانية، او نشوف التول الثالثه. التول الثالثه تمام اللي هي فيد اي كيو. فيد اي كيو دي مهمه جدا وبتساعدني وانا بابلود الفيديو، وانا برفع الفيديو نفسه، وبرده جايب لي اناليسز عن الفيديو. يعني هنا جايب لي والله الفيديو ده سكور 67. طبعا كل تولز بتفرق في السكور بتاعها عن او المعايير بتاعه السكور بتاعها علشان تديك سكور. يعني ممكن مثلا هنا ممكن يقول لك مثلا 67، ممكن في السكور الناحيه الثانيه يديك سكور مختلف. هنا بيتكلم عن الفيديو كتوتال، هنا بيتكلم عن الاي سي او سكور تمام. فكل تول هتلاقوا ليها معايير مختلفه. طيب انت هتاخد ازاي بالافريج؟ لا انت هتاخد ده ولا ده، هتاخد الافريج. يعني مثلا هنا انا جايب لي الاس اي سكور 45%، طب هنا جايب لي كام؟ 35%. ففي الحالتين مش فارقه، في الحالتين انا كده كده عندي الاس اي او في الفيديو ده واقع تمام. طب لو مثلا هنا جايب لي 85
وفي السكور انا جايب لي 95 خلاص اتس اوكي ما فيهاش اي مشكله حاجه كويسه انا جايب سكور كويس بغض النظر بقى 85 95 فهو في الرينج الكويس مش ان انا واقع خالص يعني طيب وانا بقى شغال التول دي بتنفعني جدا جدا واحنا شغالين دلوقتي هتجيب لنا التفاصيل هنا طبعا جايب لي في حاجات زي ما قلت لكم محتاج ابجريد مش هتكون ظاهره لي لكن التولز كلها بتكمل بعضها وعلى حسب انت وانت شغال شغال ازاي تمام طيب هنا واخد مثلا بيقول لك واخد ديسلايك 8 جايب لك برضو هنا نفس التفاصيل هو ضايف الكارد وده ضايف ديسكريبشن في تاجز هو مش ضايفها التايتل حطه والاند عنده فيه مشكله بالنسبه للفيديو ده تمام والتفاصيل دي كلها دي كده اجزاء التولز عرفنا هنضيفها ازاي وبتفيدني في ايه وطبعا لما هتشتغلوا عليها هتفرق معاكم تفرق معاكم جدا وانتوا اصلا شغالين فهل كده في حد عنده مشكله في الجزء ده او حد عنده سؤال فيه انا ممكن احط لكم اسمائهم علشان تكونوا عارفين تمام ادي اول تور احط لكم الثانيه الثانية تالتة keyword everywhere تمام خليني ممكن اجيبها من بره دي كده الكيوردز التولز اللي انتوا ايه استخدموها تمام طيب ايه تاني دي كده التولز والتفاصيل بتاعه استخدامك للتولز نفسها شوفوا كده لو عندكم اي سؤال اوكي يعني انا معاكم ويأكدوا عليا طبعا الصوت انه مظبوط يعني لو ظبطت الحاجات دي يا محمود في فيديو انت رافعه اصلا بتظبط اكيد وبتفرق معاك وانت ممكن تشتغل على الجزء ده تمام يعني انت ممكن تشتغل على الجزء ده عادي جدا تمام مفيش اي مشكله عادي طيب لو ظبطت الفيديو ده في الحقيقه بيحسن ظهوره واكيد بتفرق معاك في السكور وبتفرق معاك في كل التفاصيل اللي انت هتشتغل عليها تمام طيب يا ريت لو سمحت ممكن الميتنج كلها تبقى مرفوعه على اليوتيوب وتبعت لنا اللينك الميتنجز دي كلها مرفوعه يا جماعه على اليوتيوب من اول ما بدانا لحد النهارده ومتقسمه كمان الجزء بتاع جوجل اد مرفوع الجزء بتاع الفيسبوك مرفوع الجزء بتاع البلانك مرفوع الحاجات دي كلها مرفوعه وهتلاقوها على اليوتيوب عادي تمام اوكي ماشي لينك اليوتيوب اصلا
لا النتائج بتكون اسرع واحسن، بس انت طبعا كل ما تشتغل على الفيديو وتعلي فيه بتفرق. يعني لما انت تشتغل على الفيديو وتعلي في النتائج بتاعته بتكون حاجة مختلفة يعني. وفي نفس الوقت برضو انت حاول تظبط الفيديو بتاعتك. انا برضو هقول لكم دلوقتي على المعايير المهمة، تمام؟ يعني ان السؤال ان النتائج بتكون اسرع ولا زي الاي سي او الخاص بجوجل. هي برضو النتائج في الاي سي او جوجل بتاخد وقت، بس في اليوتيوب بيكون لما انت تعمل الفيديو بيزد على سيرش الناس وتجهز الهيدلاين بناء على كده، التايتل والتفاصيل دي كلها بتفرق معاك. طيب انا كده كده هقول لكم المعايير المهمه او الحاجات المهمه اللي ترعوها في الفيديو عشان الفيديو يكون كويس جدا. تمام. طيب يا ريت ترفع لنا كل الشتات على الدرايف. بص هو في مشكله في موضوع جوجل درايف، لان جوجل درايف بياخد لما الناس كتير بتخش على اللينك بيعمل ايشو في اصلا في اللينك نفسه، بيحصل في مشكله. فانا برفعه على ميجا وما فيهوش اي مشكله في الكونفرجن عليه، والدنيا عليه بتبقى مظبوطه وكده كده. يعني الويب سايت بيشتغل وهيترفع عليه كل الكلام ده كله بقى بعيدا عن ميجا والكلام ده كله. طيب ينفع نستخدم الاداه فري عادي ولا عشان نعمل شغل كويس لازم لا انت بص اشتغل عليها وعلى حسب شغلك يا زين ممكن تشوف هل انت محتاج حاجه معينه ولا لا. مش كل التولز تنفعك ولا كل الليفلز تنفعك، على حسب. انت جرب اشتغل على الفري، تمام؟ لقيت نفسك محتاج ان انت تخش جزء البيد علشان تشتغل تطلع بيها نتائج تانية انت مش عارف توصل لها بالفري، خلاص اوكي اشتغل على الجزء ده. لقيت نفسك محتاج خلاص اشتريها، تمام؟ على حسب. انا ممكن ينفع معايا البيد، انت ما ينفعش معاك، ممكن العكس، تمام؟ فانت جرب زي ما قلت لك، جرب الفري وبناء على كده انت هتبتدي تشتغل. تمام اوكي. طيب بص بقى هكلمكم دلوقتي، حد عنده سؤال تاني ولا نجوان؟ طيب بصوا يا جماعه، هنتكلم دلوقتي على المعايير المهمه او الحاجات المهمه اللي تخلي بالك منها وانت بترفع الفيديو عشان نخش بقى نجرب كده نشتغل على الشانل ونشوف الدنيا فيها جوه. وانت شغال على اليوتيوب اول حاجه لازم تخلي بالك منها كويس جدا جدا استخدامك للصور جوه الفيديو نفسه. وانت شغال لازم بتكون مجهز صوره رئيسيه معروفه علشان الناس تكون بتشوفها قبل ما تخش الفيديو نفسه، والصوره دي تكون بتعبر عن ال 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 الفيديو ومحتوى الفيديو. يعني مثلا ما ينفعش مثلا تكتب فيديو تعمل فيديو وتحط عليه صوره مثلا ادخل شاهد مثلا محمد صلاح وتلاقي جوه في الاخر يخش ما يلاقيش اي حاجه، يلاقي مثلا واحد شبيه ليه وخلاص، او ما يلاقيش المحتوى بتاع الفيديو. فعشان مثلا تخش تقول له ادخل اتعلم ماركتنج وهو يخش جوه يلاقي ما فيش اي حاجه ليها علاقه، تمام؟ وده لازم يكون على الصوره، تمام؟ يعني لازم ده يكون مكتوب على الصوره. الصوره لازم تكون واضحه، الريزولوشن بتاعها مظبوط، التفاصيل بتاعتها تكون مظبوطه. فلازم تخلوا بالكم من الجزء بتاع مقدمة الصور والإند بتاع الصور، تمام؟ كده كده واحنا شغالين دلوقتي هنرفع الكلام ده أو هنشتغل دلوقتي على الكلام اللي أنا بقوله ده. دي حاجة. حاجة تانية، لو هتقدر تحط ترانسليت للفيديو بتاعك اشتغل على ده، هتفرق برضو معاك بشكل جامد جدا إن أنت تشتغل على الترانسليت. يعني أنت لو بتشرح فيديو وليه ترانسليت أو ليه غير طبعا الترجمه الاوتوماتيك، لو ليه ترانسليت انت وسكريبت انت مجهزه يا ريت لو تحطه، برضه هتفرق معاك وهيكون النتائج مختلفه، تمام؟ الجزء الثالث وانت شغال، الصوت بتاع الفيديو لازم يكون كويس وواضح وصريح. يعني ما ينفعش يكون فيديو شغال وتلاقي الصوت فيه ضايع جدا جدا
والناس مش هتتفرج عليه لان هي مش هتستفاد حاجه لو هي مش سامعه او في كلام بيتشرح هي مش سامعاه او conversation بيحصل هي او practice بتحصل هي مش فاهماه او اي كلام بيتقال وهي مش سامعه فهي الناس مش هتصبر ان هي تقعد تفسر الفيديو وتشوف مشاكله ايه بالظبط تمام لا انت لو الفيديو بتاعك مظبوط تمام خلاص اوكي الناس هتكمل وعادي جدا فخلي بالك من حته الساوند لان ساعات بنلاقي اصلا بنلاقي ناس عامله فيديوز والفيديو اصلا الصوت بتاعها في الضياع ما فيهوش اي صوت او الصوت ضعيف جدا طيب الجزء بقى اللي بعد كده لازم تحط كول تو اكشن في اخر الفيديو مهم جدا تحط كول تو اكشن في اخر الفيديو يعني وانت شغال لازم تحط في اخر الفيديو كول تو اكشن كول تو اكشن ده اللي هو ايه زي ما انت بتشوف كده في طبيعه الفيديوهات بيقول لك لو عجبك الفيديو اضغط سبسكرايب ودوس لايك عشان نفعل القناه والكلام ده كله انت مش لازم تحط نفس الكول تو اكشن دي انت ممكن تكون بتحط حاجه تانية تابع الفيديو الجاي او مثلا في اوفرز في فتره كذا ادخل شوفها او مثلا في اخر الفيديو لو مثلا قول لنا رايك في الفيديو ايه وهل مثلا لو احنا مثلا فيديو بيتكلم عن خلطه مطبخ خلطه مثلا معينه او بتفيد الناس في حاجه معينه لو عجبك مثلا الفيديو قول لنا محتاج ايه تاني واحنا نشرحه لك المهم يكون في كول تو اكشن في اخر الفيديو تمام دي نقطه مهمه جدا النقطه اللي بعد كده الاناليسز لازم تشتغل على الاناليسز لازم تعمل اناليسز للفيديوز بتاعتك يعني انت لازم تشوف الفيديوز بتاعتك الاناليسز بتاعتها ايه يعني هل الفيديو ده حقق نتائج ولا محققش هل هو الناس بتخش على الفيديو وتقعد اول 10 دقايق وتخرج كل الناس بتخرج بعد 10 دقايق ولا لو انت مثلا الفيديو بتاعك طويل الناس بتدخل وتخرج بعد ساعة ولا التفاصيل ايه بالظبط هل مثلا في الاناليسيس بيقول لك ان معظم الناس جت وعملت سبسكرايب للقناه من فيديو معين وبقيه الفيديوهات ما جابتش اي حاجه يبقى الفيديو ده هو اللي مؤثر في الناس فانت لازم تشتغل على الاناليسيس عشان تعرف تكمل شغلك تعرف تكمل في سلسله الفيديوهات اللي شغال عليها او الطريقه اللي انت شغال بيها هل تستمر بيها ولا ما تستمرش هل تكمل على هذا الاساس ولا لا تمام طيب لازم تخلي بالك ايه من الاجزاء دي طيب لازم تشتغل على الاجزاء دي علشان تقدر تحقق حاجه كويسه او تقدر تخلي او دي اهم الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها طبعا مش عايزك تنسى الجزء بتاع الريزولوشن والكواليتي بتاعت الفيديو مش عايزك تنسى الجزء بتاع التايتل والديسكريبشن بتاع الفيديو واكيد مش هتنسى الجزء بتاع الاي سي او بتاع الفيديو بتاع يوتيوب لازم طبعا تشتغل عليه بشكل كويس جدا لازم برضو تشتغل على الجزء بتاع الكونفرجن ما ينفعش تنزل الفيديو وتستنى ان هو يشتغل لوحده تمام لازم تكون بتشتغل على الجزء ده بشكل كويس جدا وتخلي بالك ان انت تشتغل على conversion يعني الفيديو تنشره في فيسبوك تنشره في الويب سايت تنشره في تشانلز مختلفة تنشره في اي سوشيال ميديا تنشره لازم تنشر الفيديو عشان يعمل conversion يحصل عليه conversion من اي بلاتفورم مختلفة تمام طيب كده حد تاني عنده اي تفاصيل تانية او عنده اي سؤال في الجزئية دي محمد المصري انت طالع الطياره وبالتبعنا اوكي تمام يعني شكرا جدا والله على متابعتك دي وحاول يعني انا كده كده بريكورد الفيديو وهبعته لك بشكل خاص ان شاء الله اول ما يخلص ابعت لي مسج على البيج او على البروفايل وانا هبعت لك الفيديو كده كده ان شاء الله اول ما يخلص وبرده لو احتجت اي حاجه ابعت لي او في حاجه في الفيديو مش واضحه ابعت لي وانا معاك في اي وقت ان شاء الله يعني
وشكرا لمتابعتك واهتمامك الجامد ده بصراحة. ممكن حد لسه بادئ ينجح ماشي، ممكن حد لسه بادئ ينجح في مدة قصيرة جدا 3 شهور مثلا، ولو ده يحصل هيكون ايه اسباب النجاح؟ ممكن حد في خلال 3 شهور ينجح كويس جدا، لازم يشتغل على معايير مهمة وعلى أساس، وإن يكون فاهم ويشتغل على الإيدز كنوع من الاستراتيجي أو كجزء مكمل من الاستراتيجي، ما يعتمدش عليها بشكل كبير. لازم تخلي بالك إن أنت تحط أوبجيكتيف لنفسك وأرقام، يعني أنت محتاج توصل لإيه؟ محتاج توصل لإيه؟ أنا محتاج أوصل لرقم معين، ولا أنا محتاج إن أنا أتوسع وخلاص؟ لأ، أنت لازم تحط لنفسك أرقام، أنا والله في خلال 3 شهور هوصل لرقم معين. وتحط استراتيجي على ده وتشتغل، لو اشتغلت بشكل صح هتوصل عادي، ما فيهاش اي مشكله. طيب شكرا جزيلا، اكيد هبعت لك. شكرا شكرا يا استاذ محمد. طيب حد عنده تاني سؤال؟ كذا حد بيقول ان لازم تقعد سنه. لا، هو مش لازم سنه، يعني مش رول، مش قاعده عشان تقعد سنه علشان تشتغل عليه. في ناس بتاخد 3 سنين عبال ما اليوتيوب بتاعها يظبط، وفي ناس بتاخد عدد قليل جدا، يعني يكون شهر. يعني مثلا تخش كده مثلا على مسلسلات رمضان، بص كده على اليوتيوب اللي شغال على مسلسلات رمضان، الشانلز بتاعت اليوتيوب بتاعت المسلسل نفسه، تمام، وشوف اللي حاصل عليها ايه، وشوف الكونفرجن. وادينا اهو لسه في رمضان، تمام، رمضان لسه مخلصش، مثلا احنا بقالنا مثلا حوالي مش عارف 18 يوم، تمام، ويشوف الدنيا فيها، هتلاقي في كونفرجن كبير، في حاجه بتحصل، لان دي تشانل. انت على حسب، زي ما قلت لك، على حسب الاوبجكتيف وعلى حسب القناه، المحتوى اللي بتقدمه. هو مفيش قاعده اساسيه ان انا بعد سنه في يوتيوب هنجح، ولا بعد 6 سنين، ولا بعد اي، ولا بعد الكلام ده كله. لا، هو على حسب شغلك والكواليتي والالوجريزم ماشي معاها والتفاصيل بتاعتها انت بتوصل، انما مفيش حاجه اسمها ان انت بعد سنه والكلام ده كله. لا، ما اعتقدش ان ده شيء صح، يعني، او ده، لا ده مش شيء صح. تمام. طيب حد كده تاني عنده اي سؤال؟ تمام. طيب هناخد بريك علشان نقدر نتكلم، كان في ناس ما بتقدرش تقعد الوقت كله. ناخد بريك مثلا الساعة دلوقتي 10، ممكن نرجع 10 و10 بالظبط، تمام، ونكمل نخش بقى في الجزء بتاع الابلود بتاع الفيديو والتفاصيل بتاع الشانل نفسها من جوه. 10 و10 بالظبط هنبتدي، وهشوفكم ان شاء الله كمان 10 دقايق.